أسابيع من الحراك الشعبي السلمي توجت أخيرا باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وذهاب نحو محاكمة كافة أفراد العصابة التي نهبت ثروات الجزائريين. كيف عاش الجزائريون التطورات الأخيرة؟ تابعوا معنا. التطورات كانت منتظره، يا خرج الشعب، خرج الشعب. الشعب هو واحد ما يحبسو دركا، لازم يجيب الحق تاعو، وكما يقولوا حشاوها له من قبل، المره هذه واحد ما يقدر يزيد يحشاها له. كما قال لك السيد من قبيل مسامر اللي مازالوا مسامر القسعه هذو، زيدوا نحوهم، ما يبقى حتى واحد، ونبداوها من تحت ونطلعوا، ولكن بطرق سلميه، بطريقه قانونيه ونظاميه. الناس كامل هذو راهم يعرفوا القانون، يعرفوا النظام، واحد ما يعقبها لهم درك. هاي الشيء اللي فات ما عادش يصرى، المستقبل راح للشبيبه هذه راح تبنيه بيديها. وراهي تبتت في الميدان على كل حال، الشبيبه يعني تبتت للعالم كامل باللي قادره يعني تدير العجب. نعطيهم الفرصه، نخليهم الفرصه. الجيل اللي مضى مضى، الجيل الحالي راحين يعني نوقفوا معاه، نوجهوه في طريق الخير. كاد الناس اللي كانوا يتلعبوا باموال الشعب قد حان وقت الحساب الان وبطريقه عادله. رانا نحاسبهم ونسترجعوا الاموال نتاع الناس هادو، نتاع الغلابه، نتاع الزواليه اللي داوهم، لازمنا نرجعوهم. هذا راجع الى تضحيه الشعب الجزائري اكثر من شهر وضته وهو موجود في 48 ولايه. الى كاذبه ترجع الى الشعب الجزائري، هو السيد. نقولوا لهم يجب حال الوقت لتطبيق الماده 7 و8 من الدستور. دونك احنا عندنا ثقة في الجيش الوطني الشعبي، وعندنا الثقة في الشعب اللي عنده قدرات. مادام وصل يلحق النتيجة السلمية والشعب أو برهن الآخر. اليوم الشعب ما زالوا الكفاح يتواصل حتى ذهاب كل النظام الفاسد هذا. وتحية لكل من سند الحركة وقوة الشعب الجزائري. ما تقهرش بالسلاح وما تقهرش باب السياسة، الشعب الجزائري واعي. أكيد أن هذه الاستقالة أحدثت يعني فرحا شديدا لدى الشعب الجزائري. والمشكلة ليست في الرئيس في حد ذاته، إنما المشكلة في ظل الرئيس. وهنا ينبغي على الشعب وعلى الجيش أن يتحد معا، كبيت شعري واسمحوا لي. شعبي وجيشي وقناة بلادي خرجوا وثاروا وقالوا لا للفساد. بأنه ما ضاع حق وراء طالب، أنه مطالب الشعب وكاين نتيجة تاعها إن شاء الله بدأت تظهر حاليا. الشيء الثاني أن نذكر ونقول لابد يكون هناك تلاحم والتفاف حول الشعب والجيش، وليكون خوا خوا كما راهم يقولوا. الشيء الثالث والمهم، لابد أن النظام هذا يروح كليا بكل الانتوراج تاعو. والأهم أنه يحاسب كل النظام هذا. لم تشهد الجزائر للمرحلة أسوأ مرحلة من هذه المرحلة العشرين سنة هذه، من تدهور اقتصادي اجتماعي ثقافي أخلاقي وتدهور كلي. وهذه المشاكل هذه قاع التي أدت إلى أن الشعب يثور ويؤدي إلى هذه المطالب. إيش عشتها الليبراسيون ما قل لك الخير الوقت اللي جاي ينفع. إما ما نقولوش تعطلت ولا ما تعطلتش، النهاية رانا وصلنا لها والحمد لله يا ربي. راني فرحان بزاف هذا الشعب، الله يكثر خيره، الله يحفظه. انا شخصيا عشت هذه التطورات كاي مواطن جزائري غيور على بلده. فيما يخص استقاله رئيس الجمهوريه، انا لا تقنعني شخصيا في ظل بقاء وجوه الفساد. نحن نطالب بالاقاله الفوريه لهؤلاء الرموز. هي استقالة بوتفليقة هي استقلال الجزائر، ونحوس على باش نحو هذا الفساد والمفسدين والقضاء على العصابة
وان شاء الله نحوها من الجذور هذه الاصابه. فرحنا ما فرحناش باسكو سي با سوفيزان، ماشي كافي، لازم ينحي كامل السيستم لا ولا ليكونومي نتاع البلاد يطيروا. والشاب هذا لا جونيس هذه ما شاء الله الله يبارك الحمد لله لازم يكملوا في السلميه هذه. الجيش ولادنا والحمد لله اللي كانت نقطة الإيجابية اللي كانت تاع الجيش اللي خدا موقف يشهد له التاريخ. وعوا الشعب فقروه، نحنا برمي جونبي الناس تفرح في الأوروب الآخر، حنايا واش برمي جونبي؟ يزيد ليسونس، تزيد اللوبيا، يزيد المقارون، تزيد يزيد كل يعني ما مش تاع الزوالية هذيك اللي عدسوا لوبيا زادوا لهم، ما خلاو حتى حاجة. حنا كما يقولوا بفرحة كبيرة ما قديش تصوريها الحق. ولادنا حنايا الكبار الصغار كاع دوكا نتمنى انايا كاع البوفوار يتنحم والحمد لله والحمد لله. والجيش كما يقولوا دركا ينصر كما يقولوا القايد صالح. انتصار عظيم والانتصار يرجع بفضل ربي سبحانه وبعد ربي هو الشعب هذا. والحاجه اللي خلات هذا الانتصار وما زال جايه انتصارات اخرى هي بهذا الحراك والمظاهرات السلميه طريقه حضاريه اللي العالم كل زعزعاته اللي كانوا يتصوروا ينتظروا الشعب الجزائري انه كينوض يكسر يدخل الجيش ويدخل الشعب ومن بعد يحكموهم كما موالفين. الشعب درك واعي درك لي جون شباب واحد شاب ولا صغير كيما هذا كي تقولي له الماده 102 من الدستور يعطيها لك مع التفسير والتحليل تاعها. والله بور لو مومون رانا في جزء من الفرحه، ماناش الفرحه كامله هي كي يروح النظام كامل، لان الاستقاله تاع الرئيس بوتفليقه هي جزء لا يتجزا من الحل. هذه هي، وحنا يا خاوه من بلوغين تيزاواطين ومتبسل باب العسى، والعلامه الكامله للجيش الوطني الشعبي والعلامه الكامله لشعبنا العزيز. راك هذا سورتو الشبيبه مشاو يطالبوا بحقوقهم والحمد لله كاين تطورات في هذا الحراك. استجاب المطالب استقاله الرئيس، عاشوها يعني فرحه لا توصف، فرحه كبيره كبيره. استقلال ثاني تاع الجمهوريه ان شاء الله الجديده نتاعنا فرحانين، سيختو للشبيبه هذو اللي راهم حراقه والحقره والدنيا سيختو عليهم هما، نضلوا جوسكو بو على جالهم باش يعيشوا فرحانين ومستقلين وان شاء الله يكون عندهم كاع الامكانيات من الفوق. نحقروا بزاف البلاد هذه حقرت بزاف، ماشي البلاد المسؤولين هذو اللي عايشين هما ليهم لنفسهم لفاميلتهم، والشعب مسكين قد محقور ديزاني ديزاني. انفان جا لو مومون اللي يقدروا يقولوا الكلمه نتاعهم وان شاء الله من الفوق يعيشوا مستقلين وحرين في بلادهم. الخبر ديناه بكل فرحه وارتياحيه لانه كل خطوه يلزم تفرح لها. قالها هي تعتبر يتم انطلاقه الاولى ان شاء الله، ورانا في نضال وحنا نقولوا باللي النضال هذا راه يداوم ماشي سمانه بالك يروح ايام. الانسان ما يخرجش على الطريق تاع سلميه والوحده ونكون التوعيه. الوحده هذه ما يلزمش تكون ان شاء الله غير كلام يتقال في تلفزيونات ويتحط في مواقع اجتماعيه، يكون في المعامله فيما بيناتنا نتكاتفوا ونسمعوا. احيي الشعب الجزائري الشعب العظيم الشعب الذي دوخ العالم بمسيرته واعطى درسا في الديمقراطيه. بخصوص الاستقاله جاءت انا بالنسبه لي جاءت متاخره جدا. جاءت متاخره ولكن رغم كل ذلك افرحت الشعب الجزائري وادخلت البهجه في نفوس الجزائريين. ونقول بانها بدايه التاريخ وبدايه لبناء دوله ثانيه، دولة مستقلة، دولة ديمقراطية، دولة أساسها العدل والمساواة بين الغني والفقير. قالها الشعب الجزائري في 22 فيفري لا لنظام الإرقواشية، لا لنظام العصابات، لا لنظام السرقة، لا إيديولوجيات، لا للقضاء التليفون، هكذا قال الشعب الجزائري وقالها الحراك.
الشكر موصول أولا للقوات المسلحة التي ساندت الحراك وساندت مطالب الشعب الذي هو أسس المؤسسات وأسس السلطة وفق المادة 87 ومادة 102. الشارع الجزائري الآن ابتسم نوعا ما بأن صوته وصل إلى العالم. الحراك يستمر في طلباته ونضع يدنا في اليد، نقول نعم لبناء الجزائر الغد، نضع الجزائر كبيرا ونعمل كثيرا ونتكلم القليل في وقت الحال.